يبدو أن الأزمة العالمية لفيروس كورونا ستؤثر بشكل كبير على مسار الرياضة السعودية عامة وعلى كرة القدم ودور الأمير محمد بن سلمان خلال الفترة القادمة. وقد علمنا من مصادر قريبة الصلة من وزارة الرياضة أنها بصدد اتخاذ قرار حاسم خلال الساعات القليلة القادمة خاص بدور المحترفين. وأضافت المصادر المقربة أن وزارة الرياضة تتجه لإيقاف النشاط الرياضي مؤقتا في السعودية، وذلك بعد نصف نهائي كأس الملك. كما أنها قررت تأجيل مباراة ديربي الرياض بين النصر والهلال والمقرر إقامتها ضمن الجولة 23 بدور كأس الأمير محمد بن سلمان يوم 20 مارس القادم لأجل غير مسمى. ويأتي ذلك بعد أن أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا توصية في بيان صدر أمس الجمعة بتأجيل كل المباريات الدولية المقررة في مارس وأبريل بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا. وأضاف أن الأندية لن تكون ملزمة بترك لاعبيها لخوض أي مباريات يتم إقامتها. فجرت تقارير صحفية مفاجأة من العيار الثقيل عن مستقبل البرتغالي روي فيتوريا مع النصر خلال الفترة المقبلة. هذا ونجح فيتوريا في استغلال تعثر الهلال أمام ضمك بعد تعادله إيجابيا ليقلص الفارق النقطي إلى 6 نقاط، حيث قاد العالمي لعبور الرائد ليصل رصيده عند 45 نقطة مقابل 51 لزعيم آسيا. كما نجح فيتوريا في خطف وصافة جدول ترتيب مجموعته ببطولة دوري أبطال آسيا ب4 نقاط متساويا مع نادي السد القطري. وأكدت تقارير صحفية على أن مستقبل فيتوريا بات مهددا وهو على رأس الجهاز الفني للنصر بعد أن توترت العلاقات بينه وبين المغربي عبد الرزاق حمد الله على خلفية خصم 15% من راتبه بعد غيابه عن التدريبات دون إذن مسبق. كما أوضحت التقارير على أن فيتوريا بات غير مرغوب فيه مع النصر بعد تراجع النتائج ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان قبل العودة إلى الطريق الصحيح أمام الرائد. وأشارت أيضا أن أصحاب الكلمة العليا في النصر سيتخذون أولى الإجراءات لمخالصة فيتوريا حال فشله في تخطي عقبة الأهلي بنصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين. كما كشف الناقد الرياضي الوقيان في تصريحات لفضائية الرياضية السعودية عن أن لديه معلومة مؤكدة 100% من داخل النصر أن فيتوريا سيرحل عن الفريق في نهاية الموسم الرياضي الحالي. ورفض الناقد الرياضي الإفصاح عن سبب رحيل فيتوريا، وهل هو بسبب أزمته مع حمد الله أم لتراجع مستوى الفريق الأول في الفترة الأخيرة. واكتفى الوقيان بالتأكيد على أن النصر أصبح يعاني من تخبطات قوية في الفترة الأخيرة بدرجة جعلت المسؤولين في مجلس الإدارة وعبد الرحمن الحلافي المشرف على الفريق لا يعلمون ماذا يفعل هذا المدرب. يذكر أن فيتوريا لعب مع النصر 59 مباراة، حقق 41 انتصارا مقابل 9 تعادلات و9 هزائم في مختلف المسابقات. يستعد نادي الهلال لإبرام صفقة كبرى خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بداية من الموسم الرياضي 2019-2020. ويقدم الهلال موسما استثنائيا حيث توج بلقب دوري أبطال آسيا بالإضافة إلى تصدره لدور المحترفين قبل 8 جولات من نهاية المسابقة والتأهل لنصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين. ووفقا لموقع 24 الإخباري الإماراتي، فتح نادي الهلال خط مفاوضات مكثفة مع اللاعب الطوغولي لابا كوجو للتعاقد معه في الصيف القادم. ومن المقرر أن يتقدم الهلال بعرض رسمي إلى العين لمعرفة السعر المطلوب للتخلي عن هداف دوري الخليج العربي للموسم الرياضي الحالي. وينافس الهلال
كل من الأهلي والاتحاد اللذان فتحا خزائنهما خلال الساعات القليلة الماضية لإغراء نادي العين بالتعاقد مع النجم الطوغولي البالغ من العمر 28 سنة. وتحركات الهلال للتعاقد مع لابا تأتي بسبب اقتراب رحيل الهداف الفرنسي بافي تيمبي غوميز مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنهاية عقده في 30 من يونيو القادم. والعلاقة بين غوميز وجمهور الهلال ومدربه الروماني راز فالوشيسكو توترت في الساعات الأخيرة بعد تراجع اللاعب عن مستواه وفشله في تسجيل أي هدف في المباريات الأربعة الماضية بمسابقة الدوري. وكودجو من مواليد 27 يناير 1992 حيث بدأ مسيرته الكروية في فريق أجنس الطوغولي والذي انتقل منه إلى بياطام الناشط في دوري بلاده. وفي صيف 2016 خاض لابا أول تجربة احترافية له خارج الطوغو بالانضمام إلى نهضة بركان المغربي والذي لفت الأنظار فيه ليرحل بعدها بثلاث سنوات إلى العين الإماراتي. أما في العين في الموسم الرياضي الحالي فلعب كودجو 20 مباراة مع الفريق الأول في كافة المسابقات، سجل خلالها 18 هدفا وصنع 5 آخرين. وجه البرازيلي فابيو كاريلي المدير الفني لفريق الكرة بنادي الاتحاد رسالة للاعبي الفريق قبل مواجهة الشباب. ويلتقي الاتحاد بنظيره الشباب على ملعب الأمير فيصل بن فهد الاثنين المقبل في ذهاب الدور النصف النهائي من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال. وطالب كاريلي لاعبي الاتحاد بعدم الاستهانة بلاعب الشباب إثر فوز العميد على الليوت في مباراة الدوري بنتيجة 5-1 مع ضرورة التكاتف وإظهار روح الفريق الواحد من أجل استعادة نغمة الانتصارات. يأتي ذلك في ظل الأزمة التي يعاني منها الفريق الذي يحتل المركز الثالث عشر في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان والمؤهل لملحق البقاء أو الهبوط وبفارق 6 نقاط فقط عن العدالة صاحب المركز السادس عشر الأخير. وتطير بعتة الاتحاد بدون القائد كريم الأحمدي الغائب للإصابة إلى الرياض غدا الأحد استعدادا لملاقاة الشباب في ذهاب نصف نهائي البطولة العربية. وغير بعيد عن الاتحاد كانت أنباء قد ترددت بشأن إعفاء عبد العزيز المحيسن مدير ملعب الجوهرة عقب مباراة الاتحاد والوحدة بالجولة 22 إثر إظهار عدسات الكاميرا لعدة أشخاص متواجدين في مدرجات ملعب الجوهرة رغم قرار وزارة الرياضة بتعليق الحضور الجماهيري لمباريات الدوري وذلك من أجل مواجهة انتشار فيروس كورونا. وذكر الإعلامي سلطان الغشيان عبر برنامج الدوري مع وليد أن خبر الإقالة عار تماما من الصحة مبينا أن العدد الذي كان موجودا في المباراة يعتبر مسموحا به بعد قرار تعليق الحضور الجماهيري مبينا أن الوزارة قررت السماح لخمسين شخصا بالتواجد في المباريات بواقع 35 شخصا للفريق المضيف و15 شخصا للضيوف. عقد رئيس نادي الهلال فهد بن نافل اجتماعا مع اللاعبين بحضور الجهازين الفني والإداري. وسقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في فخ التعادل الإيجابي أمام نظيره بنادي ضمك بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة 22 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وذلك لمناقشة ما قدمه الفريق في مبارياته الأخيرة التي لم يظهر فيها بالمستوى المأمول. وطالبهم فهد بن نافل باستعادة المستويات المعروفة وعدم التفريط في أي مباراة قادمة سواء كانت في الكأس أو الدوري. وبهذا التعثر رفع الهلال رصيده من النقاط إلى 51 نقطة في الصدارة، فيما رفع ضمك رصيده إلى 18 نقطة في المركز قبل الأخير. شاركنا رأيك في التعليقات ولا تنسى دعمنا بلايك والاشتراك في القناة ليصلك كل خبر جديد.